السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، كيف حالكم يا رفاق؟ الحلقة الرابعة من سنغافورة. اللي ما شاف الحلقات اللي فاتت هيطلع لك رابط، اضغط عليه وحش هيوديك الحلقة الأولى عشان تمشي معانا بترتيب ولا ينحرق عليك إذا أنت مهتم في السلسلة يعني. فآخر شيء سويناه اللي هو اللهم صل وسلم الحبيب، لما انغدرنا من الباب الكلب ده اللي انتو شايفينه ده. الهرجه ما فيها يا جماعه الخير انه في المرحله دي البيبان لما نيجي نسمع صوتها لازم نلبي كده في الباب، وغير عن نلبي كمان نسمع مده اطول، لانه صراحه من بعد ما انا قفلت المقطع انغبنت يعني، كنت مغبون تشوفتوني كيف اخر مره، فسمعت تاني مره وقعدت اسمع طولت. اللي سمعت صوت مو زي الصوت ذاك الغريب كده اللي احد يتكلم، لا صوت وحش. فالاصوات تختلف في الظاهر مع المراحل وشي زي كده يعني. العموم كل دقة بتعليمه، بس مرة يبغى لنا ايش نحافظ يعني على نسيت كيف اجي يلا قلتوا هي نحافظ على ايش على وضعنا يعني، عشان المرحلة دي ما فيهاش هزار. ما فيش حاجة هنا. اوكي بسم الله. اوكي غرفة الكهرباء هذه نقدر نقولها او حاجة زي كده. لا غلط برضو طيب بسم الله. اوكي كويس، ما خيرونا لاني ماني ناقص خيارات صح. Damn Walter, what the hell have you done? Ulululu. I found traces of mud. والله ما ادري. On the stairs. ما ادري ايش المد المد هذا. On the stairs to block four. To block four. Which lead down to the window on the first floor. I know as you claim, but with that. You are one big where do this is my first time this is the last time I'm putting my arse on the line for you. الارض صادم من داري شو ماني داري صراحة. النص حاسه مقربع كده يعني، ساعة يتكلم في شغلة ساعة يتكلم في شغلة. كان فاصل على وولتر على انه سوى ايش ربي، على انه كان انت لا فاوند نفس السير عن سوى كم شغله كده غبيه في الستيرز وما ادري ايه، وقال لنا على موقع وانه هو ما ادري كسر حاجه ما ادري شو في الويندو. انا ماني عارف يعني كلمه روين صراحه، بس انه بيسال والله انت مجنون وما ادري ايه يعني سويت الشيء ده. بعدين نزل تحت في النص الثاني وقاعد يقول انه انفورمد اللي هو اخذ معلومات من الهاندي مان ده ما ادري ايش هو عن المبنى، وبيحاول يصلحها باسرع ما يكون. بس ايش يعني ايه بعدين في شطح على شغله اللي هو في بنت ما ادري ايش كده قاعد يتكلم عنها انها ما هو عارف ايش وضعها ومستغرب، بيقول اصلا اللي معها ده مو هيستيريكال اللي هو اللي يعني الوسواس وزي كده، لا حاجه ثانيه. بس في الاخير الكلام صراحه اللي تحت والله ما فهمته يا جماعه الخير. فيب عاد الانجليزي لك شو نسوي يعني. ايش اوكي هذا حق ورنش. اوكي طيب جيب يا ابني خلاص يوز زي جيب بس كلام هذا كلام فاضي يا اخي. الصوت كريه صراحه يخليك ما تدري في احد يحسيلك بكابو ولا ايش ما تدري. في حاجه ما في شيء اخر لفه ما في شيء خلاص يلا نتخارج بسم الله. اللمبات يهو ايش بأمها هلا ايش الهرجة ايش الهرجة هي 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 ايش الطبخة ما في شيء. طيب اخرج على برا يا ساتر
Oh my goodness. يا عمي انا بس نتاجر مع اللخمة. هذا ايش قلنا نسوي له؟ ما ادري ممكن. اوه هلا هلا نقدر نشوف الكاميرا قبل ما ندرعم. في احد؟ ما في احد؟ طيب بسم الله. يب حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا في كان في الغرفه دي اللي هو واحد من ذوليك الوحوش الالف، ما نقدر نسمع كمان. اوكي الباب سميك فحتى لو حطيت اذنك يعني there's nothing to hear. طيب اوكي كلام فاضي كتير قوي. اوكي ديسمبر بيقولوا انه الشاي هنا مره فخمه ومو فخمه اللي هو اثري يعني وحاجات زي كذا. واخدين بالكم؟ السلام عليكم. يلا الصورة دي كأن فيها حاجة غريبة واللي تايب. لا لا كده يسوق أمه، هذا اللي أقدر أقول بس. طب بسم الله نخرج. قولوا معايا هذا ايش اسمه الحوش. اي ثينك هناك ترى حيكون فيه اشياء كويسه. نلقاكم في الحوش. ايش في الداركنس؟ يا ساتر يا ساتر. السلام عليكم يا هذا السترينج الفاضي. يا الله عيب عليك. لا 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 ما نبغى نمزح ما نبغى نمزح ما نبغى نمزح ما نبغى نمزح ما نبغى نمزح. نفرات انت قوي ما شاء الله. اي والله اوكي ما في شيء. اوه نايس. واتس غبي. الله زي الزفت ما هو ولا شيء. يا جماعة هذا وين ناقص اموت يا اخي. انقلع والله ماني شايله. بسم الله فك. آلة موسيقية ايش هذا؟ ايه كلام والله بنحرق كثير يا ساتر. بسم الله من اسحاق. I'm afraid it's too late. I have heard the melody. الآلة دي اللي جنبنا. Catherine and the children. And the children have. To just once. Nothing will happen to them, will it? Dear God, that melody is not true. Luck, حيث. والله ما أدري. Sebastian B. Hushed. طيب يا جماعة الخير هنا. سباستيان ايش الموضوع؟ مو هو احنا قلنا لكم انه اسحاق هو اول واحد امتلك الميوزك بوكس اللي سبب المشكله دي حقت الارواح كلها. وبعد ما سبب له المشكله دي والهلوسه الزايده وكذا وتاثر المحل وهو اخذ الميوزك بوكس وفين وداه؟
وداه عند اللهم صل وسلم الحبيب اللي هو عند سباستيان هاشر، البيت حقه اللي كنا فيه اللي هو الابسود 1 المرحله الاولى، هذاك كان البيت حق سباستيان بي هاشر. تمام، دحين سباستيان رسل له رساله قال له اني انا اخاف اني اكون يعني اتاخرت او ايش فوق ام افريد اتس تو ليت اي هاف هيرد ذا ميلودي، يعني من الاخر انه خايف على نفسه زبد باختصار، خاف على نفسه انه يكون اي شيء من الاغاني اثر عليه، لانه صار قاعد حتى الميلودي هذه اللي هي الاله دي مو الميوزك بوكس، الميلودي دي اللي جنبنا هذه اسمها ميلودي، شايفين كيف؟ فقاعد يقول انه حتى الميلودي صار صوته في دماغه غير، يعني ما عاد صار بيسمع الميوزك زي الميوزك الطبيعيه اللي الكل يسمعها حقت الميلودي، لا بيسمع الميوزك بوكس في دماغه. فقاعد يقول اعتذر منه، بيقول له انه معليش انا عندي عيله زي كده، انا ترى سمعت الميوزك بوكس بس انا عندي عيله وانا خايف، انا حارجع لك الميوزك بوكس لانه يعني انا تاثرت بهذا الشيء وزي كده، واتمنى انك انت تنتبه لنفسك. من الاخر يعني كله متاثر بالميوزك بوكس وزي كده، بس شنو ودع الشغل كله ما في شيء هنا، بس هذه الورقه اللي تقول لنا قصه، يلا استفدنا كلمتين على الاقل. الله ياخذكم يا الله يا الله يا الله. وات واز ذات؟ بصمات الله يحفظك. بسم الله بسم الله الله يحفظك. الكام زواياها صراحه اي كذا لك يا اخي، سال هنا المنطقه ضيقه نقدر نعذرهم. اوكي ايش هذا؟ ريكوردينج بلاي. اوكي انا ماني عارف مين المتحدث، بس اذا ما خاب ظني اتوقع انه الاخ هذا ايش اسمه؟ ايش فيه؟ اوكي واحد بيسوي نفسه انه عادل الوضع عنده لكنه قامت. بسم الله الرحمن الرحيم، نفك الباب نفك الباب بسم الله. اوكي ما نقدر، حتى مفتاحه ما عندنا يا اخي، خلاص اهجد والله توتر، خرب بيتهم. يا الله الباب ده ما في شيء. فاينلي خرب بيتكم يا شيخ، ما في شيء. برضو ما في شيء، وما نقدر نفتح ولا ايش ولا اي باب. والله ما اكذب عليكم، يدي تاكلني يا جماعة الخير، ودي اروح اكشع هذاك الغطاء. بس الله العظيم انا متأكد انه ايش، انه في حاجة. طيب نشوف. اوكي ما في شيء، او مقفل ما عندنا حتى مفتاحه. اوكي هذا عندنا مفتاحه. اوكي
اوكي بسم الله، يلا ندرعم ندرعم. اوه فتح، نايس، ادخل. اوكي ايش هذا؟ باب، باب تاني او باب سادس. يا شاتر يا شاتر، ندخل به. هذه الحروف اللي كانت مكتوبة. افا، ما فيش مفتاح. لا افا، يو جاد بي كيدينج. يلا ونقعد نحوس ندور على المفتاح حقنا. بلا زايدة، نطلع نشوف. بسم الله. كله مفاتيح. دحين لو فهمنا بمفتاح واحد حنفك في كذا كلهم، ولا هذا راح يكون لغز؟ انا شام ريحة لغز ترى. بس ايش اللغز ده اللي فيه تمتير يا حبيبي؟ هاي نمتر. يلا حركاتهم تقل للأمانة يا جماعة. في شغلة جات في بالي للأمانة، وش هي؟ شفت الكلام اللي كان يتكلمه سباستيان عن الآلات الموسيقية؟ ما أدري ليش ترى كنت حاسس إنه هذيك الآلة الموسيقية اللي كان عليها القطع هذيك كمان كانت آلة موسيقية، فهذه زي التهويش إنه اللي أنا سويته صح. طيب أقدر أفكه؟ بحول الله، والله ما اقدر. الله يعطيك، ما بقدر اطلق على طع واحد زعلان، معلش. اوكي اللي بعده برضو ما نقدر، كله ما نقدر، كله. هذه الحلقه اسمها كده، اسمها حلقه ما نقدر. اوكي انسك انسك، ممكن تنسك. انا عارف انك حتفرجني. ايوه شاطر شاطر حياتي شاطر. انفستيجيت انفستيجيت شيري انفستيج. ما في شيء، شفت كيف؟ ما شاء الله عليك، ابن حلال. طيب طيب حبيبي طيب. اوكي احنا قلنا ناقص مفتاح. طيب يا جماعة، دام من الموضوع يعني كده حوسة ولف دوران، إذا ما لقى الحل برجع لكم. واحنا قاعدين بندور واجهنا ظلام كن. لا ممكن. يلا نايس. اوكي والله يا ود باكستاني صح. Blood of Jesus. That was horrific. الله يسلمك. يلا ليتس كيب موفينج. ليش الصوت الابله ده؟ طيب الحين الوجه حتكون على فين؟ العمارة معقولة؟ ممكن العمارة؟ تتوقعوا؟ بسم الله اللي تصي. خلنا نشوف ده يا عم، كله نفس الشيء. شيل البلاد يا حمد، ادخل. بسم الله. يا الله. ولا واحد. ايش القرف ده يا عمي؟ حتى اللي فوق حيكون زي كذا اتوقع.
أجل ما في غير السيف الطويل، أروح له. And there we go. بس ما دريت بابا، أنا بس قلت إنه هنا ممكن، لأنه منطقة كذا يعني بان عليها إيش إنه قديمة وكذا، لأنه هو يقول لك الباب مصدي يعني حقه. رحلة البحث عن الباب الضائع. هذا والله ممكن ده. شوف كده ما في شيء. لا بوك. بسم الله. يالله راح منك انت معفن ولا لا؟ اسمع اسمع، سامعين؟ هذا اللي اقول لكم عنه. الباب ده ايش كان؟ جوته؟ اوكي اوكي. لا لا هذه يا اخي اهتزازه. اهتزازه كذا غريب يعني كأنه في حاجه تسويها فيها. العموم ما علينا. طيب نرجع نكمل رحله البحث. طيب يا جماعه الخير، انا والله حرفيا ماني ملاقي اي باب بالمعنى الحرفي. ف كل اللي في بالي الشغلتين هذول اللي انا ما اخذتهم. دحين بدي ادخل في واحدة في الزبالة وانتو بكرامة، في واحدة هي هذه. والله يا جماعة الخير هذه كانها الميلودي، هذه كانها الميلودي، وهو قاعد يقول انه هي كانت سيئة وزي كده وفي ورقة مكتوب. فشكلي حاروح ليش؟ حاروح للأرنب ده مدري شو. خلنا نشوف. يا جماعة اتذكرت انه في الباب حق الغرفة المكتب مدري شو ده حق ال، قولوا معايا ال ايش اسمه ده، دحين تشوفه اتوقع اذا شفت تحت تتذكروه. ايون الباب اللي كان مج واتس هابينج. ايش الطبخة؟ ايش الطبخة؟ انا ما راح اموت صح؟ اوكي بس اشياء تخويف اتوقع. اوكي طيب حناخذ الورقه. إيريكا البنت يا جماعه الخير هذا شيء مو مطمني. ايش الهرجة؟ اوكي بس تخويف يب زي ما اقول. طب خلينا نقرا بس الورقة. اريكا فيبا ايه يقول Father I keep the copy of the key to the house in display case in the shower room. ايه shower room in shower room inside you know Brazil I would have just in case this falls into indestructible hands a big hug Erica. ما فهمت الكلام يعني كل الكلام زي كده، بس انا بتقول ان هي ما تثق في الدورمان اللي اتوقع الحارس اذا ما خاب ظني، وتركت لابوها مفتاح ال ايش هو؟ مفتاح ايش نسيت اصبر ثاني. نسخة ايه من المفتاح key to the house ايه اللي هو اتوقع مفتاح البيت اذا ما خاب ظني. خلينا نشوف، قالت انه في شيء في ظهر الورقة. From left to right من اليسار لليمين first wheel be second well second wheel wheel اتوقع fourth wheel ايش هذا يا صاحبي؟ اكيد في This wheel I can't write it in Roman. Yes, Walter, if you are reading this, take a hand. طيب خلينا نشوف. بسم الله ما في شيء.
اوكي اللي بعده. يب 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 مواني حسيت. Right. There you go. بسم الله. اوه هذيك الشاورو حبيبي والله. طيب نقدر ناخذه اللي تحت دي مره مره بناخذ بس عدل الكام يا عمي فكت واللي الباب يا كبره. خلينا نسمع بس. طيب بسم الله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يو اي في لا يو في اي لايت بلب. اوكي لا ضغط اللايت والله ضغطت بالغلط. اوكي والله بغيت اجيب ام العيد. يا ساتر والله خفقان. يا ساتر يا ساتر. انا صارت عندي عقده من دي الحركات والله. رساله رساله دير اسحاق I hope you are feeling better or at least a bit more calm. I know I think things have improved since I sent it back to you. Yes, I am positive. I hope everything is going well. Sebastian Hasher. طيب يا جماعة الخير صراحة هو في الرسالة ديك سباستيان كان يكلم اسحاق وكان قاعد يقول له انه انا حكمل ريسيرش انا حرجع لك الميوزك بوكس بس حكمل ريسيرش اللي هو انه بده يسوي بحث على الصندوق ده انه بده يعرف ايش الهيرتي حقته. فدحين رسل رسالة لاسحاق وقاعد يقول له انه انا ترى ايش اسمه ده امن انك انت فيك شعور كويس يعني انك انت بخير وزي كده وهذه اكثر من اول. انا ترى بشرك انا عرفت اسم اللي هو ايش اسمه ده اللي سوى الميوزك بوكس وقال له اسمه اللي هو ارجوس ليجراند. وقال له انه انا قريب انه عرفت هذا الشيء زي كده وقريت عنه وقاعد يقول انه في كي مفتاح من ورا الميوزك بوكس يقول انه هو مصدق كذباته هذه الكلمه او مؤمن بكذباته ما ادري ما في هذا اللي ترجمته ترجمه حرفيه من مخي يعني. فقاعد يقول له انه انت اذا عندك المكان اللي هو حق المحل اللي انت اشتريت منه انت حتساعدني مره انك ايه انك تحدد الاونر المالك حق الميوزك بوكس ده تحدده شيرلي يعني بالتاكيد نتاكد منه. وهو قاعد يتكلم عن نفسه قاعد يقول اني انا صراحه جدا متفائل وزي كده واتمنى الامور تمشي يعني بشكل كويس وزي كده وبس. هذه الرساله حقته. خلينا نشوف ما شفنا ظهر الرسالة. اصبر يا عيال اصبر يا خوي ما في شيء. اوكي ف اوكي the candle lives and moves always on. طيب تخرج ايش هذا ما اقدر اطفي وكمان اقدر اطفي بيانو اضغط تانج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مين قال الباب؟ الباب! الباب! نايس! أوكي. بعد تاني مرة أبطل اللقافة، أوكي؟ بإذن الله تعالى. There you go. راح. اللقافة ايش اسوي؟ خلاص ما عليه ما عليه امسحها فوق جديد المرة الجاية تفر. يلا ندخل بسم الله. وي هاي جو نشوف بسم الله بسم الله. ايش هذا؟ ما في شيء. اوكي
ذا كوفي. اما في كوفي عبارة عن مشروب يا شباب. حمد حمد حمد. طيب نقرأ نقرأ. ياه والله كلام كثير. Dear daughter, I have tried to arrange the key for you. The ones in right hand is all old key. I only keep the metal key security door. العب the shop and the locks. Okay. The square gold key and the black plastic. يا ساتر والله اشياء كثير. بنروح عند اللغز نسويها نشوفها. ايش هذا؟ ايش ايش ايه بتفود اكل يا شاطر. مكن مكن حشرات ابوكسف ديد. يا ده هذا الميم ده بعقلكم انتو نعطيه الميم تتوقعوا سجاير. نسمع غرفة دي غرفة الشاوروم اتوقع. يب بسم الله. ندخل لتصي. السلام عليكم. اصوات كثير. Circle piece. Ah. Oh, what did circle piece create? Huh? What? إيش سويت أنا؟ Can you سوي شيء؟ What is يالي؟ I think you can screw this in something. Okay. Yep, yep. I know. Where? What the fuck? Good again. Okay. There's nothing. I believe that. ما اقدر اخذ القطع اللي في النص دي كذابية. يا سلام. Who's there? Show yourself. سكر باب. ايوه وحش. اتخرج. صارت عندي مناعة قسم بالله. يعني مو مناعة في اوقات انخرج صراحة ما بدي اسوي طالع منها. هذا هنا مكان نستخبى فيه. I think so that. Yep. ايش هذا؟ اوكي. إيريكا، I hope you are the one to find this, my daughter. I have had a few problems. Some sort of nightmares or visions. I don't know what to call them. I'm exhausted. I have a hard time falling asleep. And the doctor believes it's stress. But I suspect it's something else altogether. That blasted box. Sebastian, yes, you've got to find Husher. Sebastian Husher, the professor. My friend, or so he said. Find him and ask him how he did away with this. Ask him whether he also saw things. Ask him why he's abandoned me like this. Ask the black figure. Those who crawl do not want to see it. They crawl. And the noise they make. No, don't ask. Don't get near. I can't sleep because of that noise. Because they drag me away too. They're taking me. The black figure. I don't want to see it either. The figure. Please. خلاص كده الكتابة متأخرة عن الكلام. هذا قولوا معايا إسحاق. إسحاق بيكلم بنته بعدين حاول على هذا على سباستيان. قاعد يقول إنه هو مرة تأثر بالميوزك بوكس يعني حتى لدرجة أتوقع أنت شفته في الأخير قاعد يوصي إنه مرة تسمع الميوزك بوكس وزي كده.
قاعد يحكي بنته، يقول انه يعني بدأت الهلوسه معاه يعني بشده، والتعب معاه، وفي اشياء قاعد يشوفها بتمنعه يقرب من الميوزك بوكس وزي كده. فهذا باختصار يعني المجمل الكلام. اوكي، هي قالت في هنا الصور هم جابوا لنا اياها. نب اماكن 3 صور، السيب، هذا السيب اللي احنا طلعنا منه دوبنا، حمام، الحمام فيه واحد واقف يا امي ايش فيه، خلينا نشوف. ومين هذه الغرفة؟ انا ماني شايفة زي الناس. كنا غرفة البيدروم اللي كنا فيها، غرفة النوم يعني، والله ما ادري، الظاهر كده. طيب ما علينا. هنا في صورتين تانية. اوكي، الصورة هذه اللي تحت، هذا السيب اللي احنا فيه دحين، السيب اللي احنا فيه. الصورة اللي فوق دي ما ادري، هذا شكله سيب حق المصعد اذا ما خاب ظني اللي فوق. ها، في شيء هنا حنسويه. I think I am missing 13 substance to make anything useful. طيب يا ساتر، شوف هنا الصورة على اليسار تحت، 3 اشكال ويجي كده فوق بعض، بس من دار من تروم. اوكي، الموضوع مرة بدأ يضيع صراحة يا جماعة الخير، انا ماني فاهم ايش اللي صراحة. اوه لا لا لا، اخرج 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 اخرج، انا ما اعرف هنا مكان زبنا. فك 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 فك. البدروم البدروم البدروم، بسرعة 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 بسرعة، اجري ادخل. والله فجعني، والله فجعني. يلا. اوه نايس، سري سري، والله سري سري، نايس. بورما بورما، والله بورما. Blood of Jesus, that was horrific. Horrific, exactly. صراحة يعني. طيب. Hey, shall we go? بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، المكان يعني كبير والله، مش صغير قوي. بسم الله. طيب ما في شيء. There you go. خمام. طيب. قلت خمام اللي سيري لقطت هذا الكلمة. ما شاء الله طلعت لنا تعريف. ما شاء الله تبارك. خلاص يا بنتي اسكتي. اللي بعده. بسم الله. ادخل. اترددت لحظات في الدخول كاني حسيت اسمع صوت وحش عشان كذا. طيب ما في شيء هنا، هنا ما في شيء. هذا اللي هنا صابونه، صابونه يعني برضو خمام. ها، هيا خليكم يصير خير. بس بس خليكم بالتوفيق. انا حتى انا احبكم وزي كذا ويعطيكم العافيه. يلا وات ذا هيل، ايش في؟ وات هابين؟ هي طيب ايش على زق ابويا، خلوني افكر ايش قاعد يصير. يا ابوي هو شاف شيء. الباب
بسم الله. هذا درعمه، بسم الله. ورب الدين هو شاف شيء، بس ما ادري شيء ده حق ايش يعني. البازل كان هنا في غرفة التصوير، الصور الزائدة إذا ما خاب ظني. شوف كده. طيب بس اوكي، لازم في قطع. طيب لحظة، ما مو القطعة دي اللي معايا تقصدوها؟ طيب نجرب واحدة ثانية، هذه لحسن في شيء عندي جاسة زينة. ما اقدر احط اللمبة دي الهلوجينية، ما ادري يو في اي، ما ادري شو هو. ما اقدر حتى، ايش ده؟ كان اي تنبين ولا سمثينج؟ نو. طيب هنتركها ونرجع لها يعني بعدين ان شاء الله، نشوف شو الحركة. في اشياء غبية صراحة الواحد ما يفهم لها على طول يعني ايش ال فاكن. انصدمت معايا؟ انصدمت معايا؟ انا عارف ان انا ما لحق اصور البلاهه دي، لكن اي شوف لك، لا حول ولا قوه الا بالله. بالله ايش اسوي انا؟ بالله ايش اسوي؟ الباب طلع لنا منه الداركنس، والمشكله الباب ده ما نقدر نسمع منه. سميك اخر شخصيه، اخر شخصيه. هذا الله يعين، الله يعين. هذا احنا ايش والله ما ادري يعني، انا اتمنى انه يكون على نهايه الابسود صراحه، مع انه شاف في بيبان كثير فيها الغاز، فما اظن على نهايه البلاهه دي. بس بحول الله تعالى ايش نحاول قدر الامكان ننجز. امشي يا عمي امشي، اقسم بالله ارتفع ضغطه صح. يلا ما عليه. نجيب الشنطة. طيب لا هذا شيء كذا ضار. ايوه بالله يا بسمع الباب ذا الخرة. هيا بالله. ها ايش الجهة الثانية يا عمي؟ ايش الحيوانة ذي يا رجل؟ قهر والله. يا جماعة الخير، في حركة جدا هبلة يعني أنا ما تعلمت منها. إيش هي؟ شفت الباب حق اللايبرري؟ أتذكرت وأنا ماشي إنه له كاميرا، الله يحفظنا وإياكم. إنه نقدر نشوف منه وزي كذا. بس حاليا ما في شيء. بس يعني كان في، كان أول أشوف. متأكد؟ نفس الشيء؟ طيب بسم الله. أخ والله مستحيل غرفة كذا، والله مستحيل. يا الله. وات؟ شنو؟ هذا أما بازل. هذه الأرقام اللي ادتنا هي البنت أتوقع. أشوف لا كذا هي أرون. أيون أيون الفي اللي هي أربعة وجنبها واحد تصير خمسة إذا ما خاب ظني اللي أعرفه. فروم ليفت رايت أوكي كذا. اللي فوق هاتي لا، الفي خمسة أتوقع، الفي خمسة. خلينا نشوف، خلينا نشوف. لحظة لحظة، أول واحد تمانية، إذا ال V خمسة فحيكون تمانية، والثاني كان شفته خمسة. طلع في انفورميشن. شوف أيوه نايس. أصبر أول واحد تمانية تحت خمسة، اللي تحت يا ساتر مين ده؟ أليكس. الخمسة خمسة واحد ستة إكس إيش أليكس؟ والله ما أعرف اكس ايش الاكس.
والله لك سمنداري. نجرب نجرب نحط 9، نجرب نحط 9 نشوف. ها ايش ده؟ هذه حروف، يا سلام. طيب وش هذا؟ في اكثر من شيء. نشوف 9، بسم الله. ثاني واحدة اللي تحتها 2، هذه زي كذا. اللي بعده لا، الماوس عندي بدري الاسم بلا اكس. اتوقع انه 7. والله ما ادري. والله يا جماعة الخير دخلت جوجل وقاعد اشوفها، بس في شيء لحس مخي. اكس اي في هذه 14 يا جماعة، من فين ادبر 14؟ يخرب بيتهم. بي اس والتر اف يو ار ريدينج ذس تيك ا هايك. في تلميحة، في تلميحة بس انا ماني قادر افهمها. في تلميحة بي اس، ما اقول هذا بي بي. لا يا عمي ايش الغلط اللي فيه؟ يا ربي يا الله يجبرك. 5. انا عندي مشكله في الاسهم، فسام عندي نازل كذا تحت معلق، فكل مشكله فانك. طيب اشوف وارجع لكم بعد 200 محاوله. اعتقد انه هذا الحل من اللي انا فهمته. بينجو بينجو. حول ولا قوة إلا بالله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. إيش هذا؟ سلندر بوكس بازل. هاي أنا مضطر دحين ألعب أتوقع. هاي يب. لا تسي يوز. لا فينو يبني هذا هو. ما أقدر يا راجل. كمبين ود نايس. حتى دي اوكي كفى بي. اوكي هذه ما تترك. طيب هم يبون نوصلها، ما ادري فين. هنا اوكي. طيب هنسوي هكا هكا. تمام هكا. اتوصل بالغلط معه. تمام معليش بزنس مان انا معليش. اوكي الى الان الامور طيبه. لا 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 شفت شفت الاسهم، شفت السهم المتخلف ده حقي. لو سمحت سمحت. لا حول ولا قوة. أنا ملاحظ اللي في النص ما يحركوا بعض. I think I done it. ولا يا الله ما ينبقى إذا النص. واخيرا يا جماعة بعد 1,600,000 محاولة. مش ده المفتاح كمان. والله القلادة مرة بتطمن. يلا ما عليه. مفتاح اريكا فيبر. فيبر
يلا بسم الله. يا رجل نسيت التحكم. خلاص كده ما عاد في شيء. بسم الله نخرج. إريكا فيفر آدم ومفتاح غرفتها إذا ماني غلطان صح؟ مفتاح غرفتها يا رجالة. غرفة فين كنا نروح لها؟ قدمت نسيت المكان كبير. I think من هنا. والله قدمت المكان جدا كبير. لا 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 الطريق اللي في بالي غلط. بس يا عمي اخرج ادور له واجيكم. ليه بقول ادور له واجيكم لان لقيت السيف خلاص. طيب اطلع. ما اقدر اشم ريحة احد اذا في. طيب هو ده الطريق اللي انا رايحه صح؟ والله ما ادري للامانه، ما ادري للامانه جدا، ما ادري صراحه جدا ما ادري. هلو. طيب ايش ايش بقي لنا؟ الباب ده يب ما دخلناه. خمام ايه ده الا اللي دخلناه صح فعلا 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 برضو خمام. يعني هذا المفتاح طيب لمين يا حبيبي؟ لا وقت امك غلط يا حبيبي. لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين. Holy hell, I thought I'd never live to tell the story. والله ذا لو يشوفني يصفق جدي كف نسيني اسمي. ما أدري لو إيش يشوفني هو. لا والله صح ما شافني. بس إيوه صح والله يشوفني يعني فعلا يعني مو لك شيء غلط يعني. حامد 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 الوضع بدأ إيش؟ لك على. الحشيش بدأ إيش؟ بصير فاخر شوية. طيب يا جماعة أنا صراحة ما بالي أي حل، فإذا لقيت شيء مثير للاهتمام بجيكم. أوكي جايز المفتاح اللي كان معنا حق إريكا كي جاء على ذا الباب. طيب ندخل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش ده؟ شنو؟ ما في شيء يا ابن. اوكي اقدر والله اقدر. مقفل. لايك وي سي كلها. اي ثينك كلها. يلا دام انه مشينا ثلاثة نخلي كمان باب الرابع. نطلع فوق نشوف. This window missing glitch. Can we use something here? No. في قطعة يعني منسية فيها قبضة. فقبضة احنا ما عندنا للأمانة. البيبان كثير بزيادة يا جماعة الخير والله العظيم. يعني شوف هذا إطار الباب أسود، البيبان الباقي إطارها كده أحمر أبيض. ما أدري أنا ماني داري هذا بازل ده ولا إيش. خلينا نشوف.
الباب الابيض ده كان اوكي لا ما كان. طيب مترنا الين فوق على لا شيء حقيقي يا امي. لا 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 حقتلني حقتلني تتوقع حقتلني؟ هتقتلني؟ والله رافع يده يا جماعة الخير. أموت؟ يا جماعة والله ماني داري. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي هنعيد الابسود من اول وجديد. اقطع ام الحال. بوصل لدي النقطة برجع لكم ان شاء الله. طيب يا حلوين زي ما انتم شايفين عشان ماتت الشخصية الاخيرة دانيال. للامانة اللعبة دي كل مرة تفاجئني بشيء جديد. انا صراحة مرة ما توقعت زي في الحلقة الاولى تقابلنا مع صوفيا واعطتنا شفناها في السيب حق البيت واعطتنا شو اسمه ده الشمعة حقتها. فانا توقعت انه ده مسدس بس يعني الشيء البديهي انه شفته عشق يعني او سمعنا صوت التعشيق فالمفروض انه علامة انه لا تروح. بس اخوكم في الله حب يسوي اثارة جدد شوي. المهم حبايب قلبي هنا هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع نال اعجابكم. ادري ما في احداث كثير لكن يكفي انه الشخصيات زي ما انتم شايفين محتاج اقول. فحبيب قلبي اذا عجبك المقطع لا تنساني باللايك والاشتراك. اشترك بالقناة يعني اذا ما انت مشترك كده. وانشر المقطع اذا عجبك المحتوى ربي يسعدك واضغط على زر التنبيهات عشان يوصلك على اي شيء جديد. انا قاعد افلت في الكلام كثير واضح اني مغبون من الشخصية اللي ماتت. وبس يا حلوين يلا كان معاكم حامد من قناة القارس. السلام عليكم.